السلام عليكم اعزائي متابعي قناه سكينه، مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم جبت لكم طريقه تحضير حلوه الهلال بريستيج، كتجي رائعه في المنظر وفي المذاق. بقاو معنا تنوريكم الطريقه والمقادير. لتحضير هذه الحلوه غادي نحتاجو 250 غرام ديال السكر السنيده. كناخذ اولا السكر السنيده كنوضعوه، نحتاجو ايضا 250 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، كتبقى النوعيه اختياريه سواء حيوانيه او نباتيه. كنضيفو دابا الزبده، كنخدمو هي والسكر السنيده حتى كيعطيونا شكل بوماد، عاد كنضيفو باقي المقادير. كنحتاجو ايضا 4 البيضات، كنبداو نضيفو البيض. احتاجو ايضا 2 كيسان علبة ديال الزيت النباتية، نضيفو 2 كيسان ديال الزيت النباتية. نضيفو الكاس الثاني، غنحتاجو ايضا 3 الخمارات اضافه الى كيلو ديال الفورص. غناخدو واحد شويه ديال الفورص بحال هكا، وغناخدو الخمارات نغربلوهم بحال هكا. صافي كنبداو نعجنو في الحلوة، اون فوا كتجمع لينا صافي كنحبسو على الفورص. بالنسبة لهاد الحلوة فهي غير كتجمع صافي، يعني ما كنبقاوش نبلكو فيها بزاف، غير كتشبر راسها كتولي صالحة باش نكوروها. صافي كنحبسو على الفورص، ولكن راه عطيتكم حددت لكم مقادير في كيلو. صافي هذا هو الشكل ديال العجين، كتجي رطبة بزاف. غادي نشكلو اولا العجين على شكل دوائر، ومن بعد غادي نعملوهم على شكل حربول، وغنستعنوا بالغلاقه ديال قرعه الماء، وغادي نقادوا على شكل هلال بهذيك الطريقه. المهم تبعوا الفيديو راه واضح. كما كتلاحظوا الحربول كنرققوا شويه من الجوانب، كنستعملو كيف قلت لكم بالغلاقه ديال القرعه هي اللي غادي نشكلو بها الشكل ديال الهلال.
بعد ما ستفنا الشكل ديالنا في اللاطه صافي دابا غندخلو الفرن. وهذا الشكل ديال الحلوه ديالنا بعد ما طابش، المهم راه غير كتاخذ لون ذهبي كنخرجوها. وبقاو معنا تنوريكم طريقه التزيين. حتى جينا هنا الشكلاط الابيض غادي نديرو في بان ماغي حتى يذوب. كما تلاحظوا بعد ما ذوبنا الشوكولا صافي غادي نجيب واحد بابي سلفوريزي غادي نوضعوه باش نستشفو فيه الحلوه باش تنشف على خاطره. كما تلاحظوا بحكم ان الشوكولا كيكون ساخن فمن الافضل انكم تكبوا غير من الفوق على الحلوه بهذه الطريقه، يعني تعملوا هذه الطريقه ديال الشوكه فهي عمليه بزاف. ودابا غادي ناخذ واحد الحبيبات للتزيين كيجيو رائعين في المنظر. صافي ونخليوهم ينشفوا عاد نكملوا التزيين ديالو. بعد ما نشفات الحلوه صافي غادي ناخذ القليل من عجينه السكر في اللون الاحمر والاخضر فغنصيب عجينه السكر بهذاك المرشم عده ورود بالاحمر وغادي نتلم مريقات بالخضر. المهم تبعوا معنا وغادي تشوفوا الطريقه كيفاش. كما تلاحظوا هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، كتجي رائعه في المنظر وفي المذاق. كنتمنى تنال اعجابكم. ما تبخلوش عليا اعزائي بالاشتراك في القناه وذلك بالضغط على الزر الاحمر صابوني وتفعيل الجرس باش يوصلكم جديد القناه، بالاضافه الى لايك وتعليق وتبارطاجيو الفيديو علاش لا مع الاصدقاء والاحباب. الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.